أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم، وأنا ألتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديث عراقي. في الأسبوع الماضي جرى لقاء بين ما يسمى برئيس الجمهورية ومسمى برئيس الوزراء في العراق، يعني بين عبد اللطيف رشيد وبين محمد شيع السوداني. أعتقد أن محمد شيع السوداني راح زار رئيس الجمهورية الحالي، فجرى حديث بينهم. ضمن هذا وسائل الإعلام نقلت نصين، نقلت المقابلة ونقلت نصين من أحاديثهم لبعضهم أو تصريحات لبعضهم. السوداني يعني محمد شيع السوداني يقول في تصريحه لرئيس الجمهورية الحالي عبد اللطيف رشيد إنه الحكومة عازمة، حكومته يعني يقصد، حكومة عازمة على إجراء تغيير جذري في ملف الخدمات وصولا إلى تلبية طموحات الشعب. هي ما هي طموحات هذا الشعب؟ يعني من 20 سنة نفس الخراب، نفس القوى. هل محمد شيع السوداني يعني نزل الآن بالباراشوت؟ ألم يكن جزءا طوال هذه 20 سنة من هذا الخراب الذي حصل؟ من كل هذه المحاصصات، من هذا الغراب، من هذا الفساد، من هذا الدمار، من هذا ما هو كان وزير وكان محافظ وكان مسؤول عن وزارات وكان مسؤول وكان عضو برلمان. طيب ما الذي حصل؟ يعني ما هو مشارك في كل هذا الذي حصل، كل هذه الخدمات الغائبة عن المواطنين وطموحات الشعب التي كانت تكبر ولا مجيب لها، كانت موجودة طوال هذه 20 سنة، وكان هو مسؤول أيضا، كان هو واحد من قيادات حزب الدعوة ومسؤول ووزير ومسؤول أكثر من وزارة وعضو بالبرلمان ومسؤول هيئات كبيرة. يعني ما الذي تغير؟ والآن بعد ما جاء رئيس الوزراء ما الذي تغير؟ هل تغيرت العملية السياسية؟ هل تغير الوضع في العراق وما عادت محاصصة والكل يعني يتركها هكذا والشعب اختارهم، اختار البرلمان، والبرلمان صوت على حكومة بشكل ديمقراطي وحر وهو ممثل الشعب البرلمان، واختار حكومة تمثل الشعب، وهذه الحكومة اختارت ناس يخدمون الشعب؟ هذه كذبة كبيرة. ولاحظ أسماء الوزراء، ولاحظ من وزير التعليم العالي وحط يدك، ولاحظ ما هي تقسيماتهم وكيف تمت، يعني كيف تمت تسميتهم وكيف تم التصويت عليهم. ما هي هذه العملية؟ وتكلمنا عنها أكثر من مرة. دخلوا إلى برلمان يمثل هذه الأحزاب وهذه القوى، لأن 85% من الشعب لم يشاركوا بالانتخابات، فالذين شاركوا بالانتخابات هم لا يتجاوزون 13 إلى 15%، وانسحب من عندهم الجزء الأكبر اللي هو التيار الصدري، انسحب من البرلمان ومن العملية، يعني سحب ما له علاقة. طيب من اللي بقى؟ 7% 6% من الأحزاب والقوى والميليشيات التي دخلت الانتخابات وهي من شكلت البرلمان الآن، وهي من تدعي أنها تمثل الشعب، اختارت الحكومة. هي لا حكومة شرعية ولا برلمان شرعي ولا مثل الشعب. إذا كانت الشرعية وليدة الشعب مثل ما يقولون، ما هم يقولون في دستورهم هذا الكسيح، يقولون أن الحكومات والبرلمان هي وليدة الشعب، وأنه حتى أموال الشعب، حتى النفط ملك للشعب. لكن واقع الحال غير شكل، فبالتالي هذه الحكومة والبرلمان قبلها غير شرعيين، واختاروا مع ذلك اختاروا هذه، وهذا هو الموجودين الآن. هل كانوا بعيدين؟ هل كانوا غرباء عن هذه العملية السياسية؟ يعني هل نزلوا الباراشوت الحقيقة مثل ما قلنا؟ لا. فإذا وأن تحدث تغيير جذري في ملف الخدمات، كيف؟ كل البنى التحتية في العراق استهلكت، انتهت، متهالكة تماما. أنت تحتاج إلى بنى تحتية كاملة، بنى تحتية بالمياه، بالكهرباء، بالخدمات العامة، بالتعليم، بالصحة، بكل شيء. أنت تحتاج إلى بنى تحتية، وهذه تحتاج إلى أموال هائلة، لأنه لم تجري إدامة للبنى التحتية ولم يجري العناية بها ولا صيانتها، فبالتالي خربت انتهت، فتحتاج إلى بنى تحتية جديدة ولا شركات جديدة تبني لك إياها من جديد،
وهذا يحتاج الى وقت، يحتاج الى اموال، وكلف عاليه جدا جدا في هذه الظروف. هذه ما يمتلكها العراق، هو اللي يدفع 6 مليارات دولار بس رواتب الموظفين شهريا، شلون يقدر؟ والفساد ايش قد ياخذ؟ فساد ناخره نخر، شلون راح يسوي هاي الخدمات؟ يعني مجرد زي اللي سياره مال نفايات تمر بالشارع، هذه يعني قدمت خدمات للناس؟ الشوارع اللي يموتون بالشوارع، في شوارع العراق هذه، على الشوارع بالطرق اللي يموتون بحوادث الطرق، آلاف مؤلفة سنويا. أكثر الحوادث في العراق تحدث، هذا البلد اللي ما كانت تحدث بحوادث إلا قليلة تذكر، الآن حوادث يعني حدث ولا حرج، بسبب رداءة الطرق، بسبب عدم وجود قوانين، بسبب عدم وجود يعني ضوابط وأنظمة. هذا واقع الحال. فكيف تلبي طموحات الشعب؟ طموحات الشعب كيف؟ طموحات الشعب في تعليم راقي، في طبابة وصحة، وضع صحي راقي، خدمات راقية، في وضع سياسي راقي، في مدن راقية، في حياة. احنا أسوأ المدن، هذه بغداد أسوأ مدينة في العالم، وسنتحدث عنها في الحلقة القادمة إن شاء الله. وكل المدن في أسوأ الوضع، المياه، الزراعة انتهت، الصناعة انتهت، العراق بلد مستهلك، كيف تحسن الخدمات؟ البطالة في أعلى حالاتها، الفقر في أعلى حالاتها، الأمية في تزداد، كيف؟ ما هذا الكلام سهل قوله، لكن واقع التطبيق غير شكل. العشرين سنة خربت كل شيء، هذا التخريب المتراكم هذا له ثمنه، ومن يدفع هذا الثمن هو العراق وأهل العراق، أي وحدة. وأيضا رئيس الجمهورية الحالي عبد اللطيف رشيد يقول للسوداني أيضا نقله والتصريح، يقول له الحكومة تحظى بتأييد شعبي وهذا مصدر قوة لها. من أين حصلت يعني على هذا؟ يعني شلون عرفت أنه الشعب يعني يؤيد هذه الحكومة، والحكومة تحظى بتأييد شعبي واسع؟ شلون عرفت وهذا مصدر قوة؟ شلون عرفت؟ الناس اللي طلعوا بثورة تشرين داسوا على صور وكتبوا عليها فيه على صور محمد شيع السوداني، ولا يريدونه، ولا يريدون أحزابهم، عرقوا مقرات الأحزاب والناس تظاهر لحد الآن. كيف أنت يعني تعطي هكذا حكم؟ الحكومة تحظى بتأييد شعبي، كيف عرفت؟ شلون عرفت؟ سويت استبيان وعرفت يعني؟ لو شلون باوعت من الشباك؟ خلي يقول لنا شلون؟ شلون عرف إنه هذا الشعب يعني مؤيد لهذه الحكومة وساند لها ومصدر قوة لها؟ الذي يتكلم كلام يجب أن يعرف حجم هذا الكلام ومساحته وعمقه وتأثيره، واقعي لو غير واقعي. هذا غير واقع الكلام، الشعب كله مستاء جدا، وفي أي لحظة ينفجر الحدد. الشعب ملزوم بقوة السلاح والميليشيات والقتل والذبح والتهديدات، هذا واقع الحال. أما تقول لي مؤيدي لهذه الحكومة، ليش يؤيدوا الحكومة؟ شنو اللي يخليهم يؤيدون حكومة محمد شيع السوداني؟ ما كان محمد شيع السوداني جزء من هذه العملية السياسية التي دمرت البلد، واللي طلعوا عليها الناس الظاهرة وقتلتوا ألف شاب من شبابهم، قتلوا وأكثر من 30,000 جرحوهم، وما زال الملف مفتوحا ولا أحد ينظر به. فلماذا يؤيدونه الشعب؟ إذا كان الشعب يعيد هذه الحكومة، ليش يعيدها؟ يعني لأنه هو اختارها؟ هل تعتقد هو اختارها؟ يعني هذا البرلمان تابع للشعب ويمثل طموحات الشعب وإرادة الشعب؟ يكفي الكذب على الناس، وهذه الكذبات القديمة المستهلكة المتهالكة لا يمكن قبولها الآن، ما عادت تنقبل. هذه قوالب جاهزة كانوا يتحدثون بها بالخمسينات بالأربعينات، ما أعرف شو كيف، والناس تتقبلها على عواهنها، الآن ما عادت تتقبلها الناس، وخاصة في العراق بعد تجربة 20 سنة من القهر والضيم والكذب والادعاءات والوعود الكاذبة والخراب والدمار والهجرة والقتل والتغيير الديمغرافي وحكم هذه الأحزاب وكذبها وادعاءها على الناس والسرقات والفساد والخراب وضياع الإرادة وضياع السيادة والاستقلال، هذه كل الناس تعرفها، والتظاهرات والقتل والثورة، هذا كل الناس تعرفه، والمحاصصات وتوزيع المناصب وتوزيع الأموال والكيكة والناس، زيادة الفقر وزيادة البطالة وزيادة الأمية والتعليم المنهار والصحة المنهارة والخدمات المنهارة، هذا الناس كلها تعرفه. فكيف يمكن لهذا الشعب الذي يعاني من كل هذا أن يؤيد حكومة هي من رحم هذا الذي خلق له كل هذه المشاكل، صنع له كل هذا الضيم؟ كيف؟
من اللي يتكلم كلام يجب أن يكون يعني واقعي، وأن يكون نابع من حقيقة واقعية وله تطبيقاته على الأرض. فلذلك كنا نقول وسنقول والشعب يقول، وهذا الكلام مو من عندنا، من الشعب، إن كل هذه الرموز التي تمثل ما يسمونه الطيف السياسي الحاكم، السلطة الحاكمة، من رئيس الجمهورية، من الوزير إلى الخفير، من رئيس الجمهورية إلى أصغر موظف، يعني له سلطة في هذه السلطة السياسية في هذه الحكومات، في هذه يعني هذه التشكيلة الغريبة العجيبة الميليشياوية، كلهم يمثلون جزء من هذا الخراب، كلهم يمثلون حماة لهذا الخراب، نواطير لهذا الخراب، ولا يمكن قبوله، كلهم جزء من المشكلة وليس جزء من الحل. وبالتالي الحديث في هكذا أمور لا يمكن قبولها، والحكم يعود مرة أخرى يقول أن كل هؤلاء لا يحلون المشكلة، هؤلاء يزيدون المشكلة، يزيدون عمقها وتأثيرها وتهديدها للعراق ولشعب العراق. وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين، ألتقيكم في خير في حلقة أخرى من هذا البرنامج. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم.